صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا. اليوم بحلقتنا بكاتوك رح نشوف الفاشن شو لأميليو بوتشي لسبرينغ وسمر 2013. رح نرجع نتابع أكيد مع لامودا فيمس ان فاشن وأكيد كمان في ديزاين يور ستايل، ولكن البداية رح تكون مع أميليو بوتشي لسبرينغ سمر 2013. مثل ما شفنا فاشن شو أميليو بوتشي كان يتميز كتير باللون الأبيض بالقماش الشفاف، بذات الوقت بالنايلون يلي شفنا الجاكيتات النايلون يلي كانت كتير بارزة وواضحة بالفاشن شو، وبذات الوقت العرق الكبير والضخم كنا عم نشوفه حتى كمان على القماش الشفاف، إلى جانب كمان الألوان التانية يلي شفناها بشكل سريع مثل لون البيستاش الزيتي وغيرهم. هيك لكنا كنا مع فاشن شو لأميليو بوتشي لسبرينغ سمر 2013. اما هلا رح ننتقل لفقره لاموده. بلاموده رح نشوف الايجين لوك، ولاحظوا هون بعض الستايلز اللي عم نشوفهم سوا، وهن كتير ستيل ايجين ان كان من القصات وحتى كمان الوان والنقشات يلي عم نشوفها، والنقشات يلي ممزوجه مع بعضها ان كان من الكارو او حتى كمان السكوير شيبس، الى جانب القصات الواسعه والطويله مثل الجاكيت يلي عم نشوفها والفلاورز يلي موجودين على كتف الجاكيت يلي كمان عم نشوف خليط من النقشات والقماشات مع بعضها.
تاني اوتفيت عم نشوفه هو هيدا السوت يلي اول شيء كله من اللون الابيض، وعم نشوف البلت من اللون الاسود، وبيذكرنا شوي بالحركه او كمان بالسبور يلي هو قاسي بالايجن برا، حتى كمان وين ما كان مثل ما عم نشوف هون البنطلون الواسع واللي هو الكوب تبعه ماسكلين او رجاليه واسعه وضخمه، بذات الوقت الجاكيت اللي عم نشوفها من القبة العاليه واللي هي كمان قصه رجاليه عم نشوفها عند السيدات، ما عم نشوف جولري، ما عم نشوف ابدا شيء فيمينن ناعم بيمثل انثويه المراه، بالعكس عم نشوف كل شيء ضخم وبيمثل ستيل الرجل. اما بالنسبه لهيدا الستايل اللي هو تيبيكلي ايجن ستايل، ان كان من البانت ولا الجاكيت، القصه النقشه وكمان الالوان المختلفه يلي ممزوجه مع بعضها. هالجاكيت يلي عم بتكون من الفيناك، ولكن الفيناك الواسعه والمفتوحه بشكل كبير على الصدر، عم نشوف القصه يلي هي كمان ضخمه ان كان على الكمام او حتى كمان على الخصر، والبلت يلي عم نشوفه موجود كمان على الخصر. هذا البنطلون يلي هو مع روفير والروفير العريض اذا عم تلاحظوا على الشاشه، وهو كمان للاشخاص يلي هن ان كان اجاهم رفع بيعطيهم فوليوم حلو، او ان كانوا عندهم هافي لاجز كمان بيخفي وبيضيع الشيب. عند الماس عم نشوف هيدا الاوتفيت يلي هو مؤلف من بنطلون قميص والسور شميز او الجاكيت، وكمان القماشات المختلفه، ولكن هون عم نشوف الالوان الفاتحه نوعا ما اكثر من الاوتفيتس اللي شفناهن قبل. كمان هيدا الدريس مع الكوت فوقه، الالوان يلي هي هون محدده اكثر لانه في الابيض الاسود الجولد، وعنا اللون الاحمر زايدينه بالكوت او بالجاكيت، والجاكيت الواسعه والضخمه. اما بالنسبه للدريس عم بيكون قصير، ولاحظوا انه هيدول القطع عم ينلبسوا من قبل سيدات كتير ضعاف ورفع، لانه بيعطي شيب حلو للجسم اكيد لكل محبي الايجين ستايل. رح نشوف هون البينك فاشن، ونشوف انه مع الجينز فينا نروح لتيشيرت بيضه ساده ونزيد هيدا الجاكيت او البليزر يلي عم تكون من اللون البينك، اما الباليرينا عم نشوفها من اللون البيربل، وهون ما ضروري بقى نلبي تون سير تون، يعني اذا لابسين جاكيت من اللون البينك ما ضروري الباليرين تكون كمان من اللون البينك، فيها تكون من اللون الفوشيا او الموف بس غير توناليتي عن الجاكيت، مثل ما عم تلاحظوا كمان بالهاند باج عم نشوفه انه من اللون الموف الغامق، يعني عندنا ثلاثة ألوان الفوشيا، الموف الفاتح والموف الغامق بأوتفيت واحد. زيت الشيء عم نشوف هون بالبنسل سكيرت واللي عم تجي من الخصر العالي ستريت كات من اللون الزهر، أما التوب عم تكون كلها من الدوتس، والألوان هي بين البوردو والفوشيا الغامق، أما الدوتس هن من اللون البينك. وبذات الوقت الشوز عم نشوفه من اللون الجراي على زيتي، ولاحظوا هالميكساج بالأوتفيتس. اما كمان اذا كنتوا لابسين بنطلون اوبرجين اللي هو من الموف الغامق تقريبا، عم نشوف هيدا التوب يلي عم تكون من اللون الزهري وكلها فلورال برينتس ناعم وصغير، بينلبس فوقها هيدا الجاكيت او الكوت اللون البيج على هافان، ذات الشيء من الشوز يلي عم نشوفه ان كان من اللون الاسود او حتى كمان من اللون الهافان. إذا كنتوا لابسين دريس كله من الفلورال برينتس ولكن هون عم نشوف البيربل، أحلى شيء إنكم تروحوا لشوز مثل ما عم نشوف هون الجلد اللميع وهو كمان لون البيج الفاتح أو البيج روزي، مثل الكلاتش يلي عم يكون صغير وناعم كمان من البيج روزي، بس إذا بتطلعوا على الدريس ما في هيدول اللونين يلي موجودين بالاكسسوارز، في عنا الابيض عنا الاسود وعنا البيربل بس بالدريس، ولكن بالاكسسوار دخلوا اللون البيج روزي. رح ننتقل هلا لنشوف ديزاين يور ستايل والايرينجز لسبرينج 2013.
بديزاين يور ستايل رح نشوف الايرينجز لسبرينج 2013. ولاحظوا الايرينجز يلي دارجين هلا هن شوي غريبين من ناحيه الايتمز يلي عم يدخلون مع بعضهم. ونشوف اول ايرينجز. اول شيء الالوان كثير حلوين لانه الوان فرحه والوان سمر، يعني عم نشوف الاخضر الاصفر والفوشيا. وهون عم نشوف الايتم الزايد يلي موجود بالايرينجز يلي هو مثل الفرو الناعم بهالكشكش يلي مبين بالايرينجز. وكمان هون للاشخاص اذا كانوا شادين شعراتهم او شعرهم قصير وبدهم يحطوا ان ريلياف الايرينجز تبعهم اذا كانوا لابسين قطع صعبه. بذات الوقت هدول الستايلز يعني هن ستيل الايتيز يلي انلبسوا كثير بالثمانينات، عم نرجع نشوفهم هلا بهيدا الموسم. الحبه الكبيره من الفار اميرود البيرل، بذات الوقت عم نشوف انه في من الستراس لون الذهبي كمان واللون الموف دير مدار الايرينجز يلي عم نشوفهم. وهون عم نشوف عده الوان مع بعضهم ممزوجين بفرد جوز حلق. اما الحلق الطويل وهو للاشخاص والسيدات يلي عندهم رقبه طويله وبيلبق لهم الايرينجز يلي بيجوا طوال، لاحظوا هون انه عندنا كمان ثلاث الوان اذا مش اكثر، عندنا الازرق الاحمر الاسود واكيد الذهبي او الذهب الاصفر. وهون لكينا مثل ما ذكرنا اذا كانت رقبتها طويله، ان كانت السيده فلته او رابطه شعرها. بذات الوقت اذا كانت سيده رقبتها منها طويله وبتحب تلبس هيك ستيل حلق، فيها ترفع شعراتها مثل الكتشفال ويكونوا مشدودين عن وجهها وتلبس الايرينجز الطوال. رح ننتقل لفيمس ان فاشن ونشوف اما روبرتس ستايل اليوم على ريد كاربت وبحياتها اليوميه. اما روبرتس اليوم عم نشوفها باول فستان لها واللي هو من الهارت شيب واللون الاصفر. لاحظوا هون مش بس انه الكت كثير حلوه، عم نشوف الماتيريال كمان يلي مبينه وواضحه انها كثير حلوه من الساتان الناعم يلي هو كمان عم يكون ممزوج بين لونين الاصفر واللون البريك على اورانج. وكمان القصه يلي هي كلاسيكيه بس بذات الوقت كثير إليغانت وحلوة. وهذا البالت اللي عم نشوفه على الخصر رفيع وناعم وهو من اللون الأسود. أما الميك اب عم بيكون شوي قوي نسبة للأسود اللي موجود على عيونها. أما شعرها عم بيكون ناتشورال من الويفي ستايل. تاني أوتفيت لها عم نشوفه، لاحظوا هون عم نشوف هذا الدرس يلي هو بماي 2012 انلبس، وبذات الوقت عم بيكون مقطع كله الستريبس الاحمر الابيض والاسود وهو كلاسيك ما فيه شيء ابدا. لبس كثير هيدا الستايل بالدريسز، ميك اب فيري سوفت ميك اب وشعر الناتشورال يلي عاده بتعمله. اما عم نشوف هون الستايل المختلف، اول شيء من ناحيه لون الشعر وبذات الوقت ب 2007 كانت بالتين فوغ يونغ هوليوود بارتي لابسه هذا الدريس اللي كله من الدوتس وهو الباز لون البيج والدوتس الاسود، ولكن فيه كثير رافلز لانها كثير ضعيفه وبيلبق لها الرافلز بالستايل. اما بالنسبه لهذا الدريس اللي عم نشوفه واللي هو كان بالجولدن جلوبز ان جانوري 2009 لابسه فروم هات تو تو بلاك وحتى كمان ميك اب فيري سوفت ميك اب وشعرها كثير سامبل وناعم. اخر صوره رح نشوفها معنا اليوم لا اما عم نشوفها بالفانيتي فير اوسكار بارتي ان 2009، هذا اللون الاصفر الفاتح من كمان كولر باستيل، عم نشوف ستريت كات على البيوس وبذات الوقت بيرجع بليسي وواسع على الخصر. هيك مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا لليوم بكاتوك، انا بودعكم وانا راد نرجع نتلاقى بحلقات جديده على طول ضمن الموضه والستايل بلبنان وبالعالم. باي باي.